أولا أشكر الشيخ محمد البصري على هذه المبادرة وطرح المبادرة أنه نستعين بأجهزة الاستخبارات الحشد. وحقيقة هذا الرجل يعني محمد الشيخ محمد البصري هو رجل دولة، يعني هو ناطق باسم هيئة لا أنا مو ناطق، جزء كبير يعني من منظومة الدفاع العراقي من الجيش العراقي. ولكن نحن لا نتحدث عن الحشد الشعبي، هيئة الحشد الشعبي، نحن نتحدث عن الفصائل. أضف إلى أن الخروقات الأمنية اللي دا تصير بإقليم كردستان، طبعا هاي الخروقات الأمنية تصير بأمريكا، تصير بفرنسا، تصير بإسبانيا، تصير بالنمسا، بأي مكان يصير، خليه يستعينون بالحشد يا أخي. هاي الدول احنا مأمنين أنه احنا حدودنا حدود إقليم كردستان داخل العراق كلها ألوية الحشد الشعبي. يعني احنا المفروض مأمنين إخوتنا وأبنائنا، وهذول جزء من منظومة الدفاع العراقية، مثل ما البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقي، فإحنا مأمنين. للأسف الخروقات من ناقدة تجي، هذه ما نقدر نغطيها. يعني هذا شلون نقدر نغطي الشمس بالغربال؟ هذه ما يعني ما تعبر على أحد. اثنين، الأهم من هذا أنه هذه لم تكن المرة الأولى، قبل الطائرات المسيرة الدرونز، الصواريخ اللي جت من سهل نينوى، والصواريخ اللي دخلت إلى إقليم كردستان أدخلوها وألقي القبض على، أنا ما أريد أكرر، على منفذين أو الذين أدخلوا العجلة وأتوا بالصواريخ إلى محيط مطار إقليم كردستان في أربيل وأطلقوها، والملف بالكامل سلم إلى بغداد، وبغداد هي التي لم تكمل ولن تعلن عن تعقيب، لأنه إذا رئيس الوزراء أعلن عن أي جهة التي قامت، يعني يطوقون الخضراء ويأخذوه ويحتمال يقصون أذاناته مثل ما هددوه وكل شيء يسوون. يعني هاي المسألة واضحة، إحنا ما نقدر. أما إذا نحكي عن الحشد الشعبي، الحشد الشعبي أبنائنا أولادنا أخواتنا قرايبنا قاتلوا وضحوا في سبيل الوطن وضحوا بأرواح زكية، ولكن فصائل اللي تعمل لخارج العراق تعمل لأجندات إقليمية. أي. للأسف يعني هذه الفصائل لا تريد استقرار الوضع زين. في العراق. أنت ليش تربط سيد عماد باجلان؟ أنت ليش تربط؟ خلينا أسألك، يوم بعد يوم. خلينا إذا تسمعني أنت ليش تربط ما بين الانتخابات وما بين ما جرى يوم أمس؟ ليش تفترض أن تلك الفصائل غير مستعدة للدخول للانتخابات؟ مستعدين ليش لا يقولون عندنا قواعد ووضعنا زين؟ أستاذ حسام، سؤال مهم. أولا البيت الشيعي، البيت السياسي الشيعي، يعني ما لنا علاقة بالمكون الشيعي، أبنائنا وأخوتنا وأهلنا، البيت السياسي الشيعي غير مرمم وبفوضى وبصراعات وبنزاعات على مسألة رئاسة الوزراء، على كثير من الأمور. يعني نفس الصراع بين قوباد والسليمانية لو يختلف، بين كتل كبيرة ورموز كبيرة. اثنين أنه ليش أقول لك هي مسألة سياسية وبتعلق بالانتخابات؟ لأنه قلت لك ماكو أي تصعيد من جانب الأمريكي ولا مع الفصائل مع إيران. هذه جت يعني بالوقت البدل الضائع، قبل مع بدء الحملات الإعلانية، خاصة يوم أمس الديمقراط الكردستاني بدأ بحملة الإعلانية وإعلان قائمة. ثلاثة، هو أيضا ضغط على القوى الكردستانية ومنها الديمقراط الكردستاني أنه يجب عليكم أن تتحالفوا مع القوى، دعني أقول قوى الفصائل وقوى المقاومة والكتل التي تتبنى هذه القوى، وإلا لستم بأمان. واضحة، لأنه أكو تهديد إذا قوى كردستانية تحالفت مع غير دعني أقول غير كتل سياسية التي تقف بالضد من ممارسات وسلوكيات هذه الفصائل، طبعا راح تأثر بالمعادلة السياسية. أيضا هذه رسالة، وما أيضا متعلقة بمسألة الانتخابات. ممتاز. وكما شفتوا أنتم يعني لله الحمد مصيف صلاح الدين أصبحت قبلة الساسة والسياسيين، كل كم يوم رؤساء هاي بكل انتخابات، وزراء سابقين هاي بكل انتخابات. سيد عماد وهو هذا